بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 93 بعد 106 على 1. تفضل. السؤال الثاني: هل النفل يعدل في رمضان فريضة، والفريضة تعدل 70 فريضة؟ أعد. هل النفل، النفل الصلاة التنفل في رمضان تعدل فريضة؟ صلاة النفل في شهر رمضان تعدل فريضة في غيره، والفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة في غيره؟ لا شيء من هذا مطلقا في السنة التي عرفناها غيره. وهل الحسنات بشكل عام تضاعف وكذلك السيئات؟ هذا السؤال أيضا يكثر إيراده فيما يتعلق بمكة والمقيم في مكة، سواء كان آفاقيا أو كان مكيا، هل هناك الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف؟ الجواب: لا يوجد نص في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات، نظرا لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان. فضيلة المكان كمكة والمدينة مثلا، فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان. ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطا يقول بعض العلماء أنها تتضاعف، استنباطا أي ليس نصا وإنما اجتهادا. فإذا قال إنسان ما أن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك، لأنه قول بعض العلماء، ولكن لا يجوز الجزم بذلك لعدم ورود النص المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. وهل حديث أن شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ هذا حديث موضوع. وهل يصح إفطار المسلم مع غياب قرص الشمس؟ وهل ذلك صحيح؟ وما حكم من يفطر إذا غاب قرص الشمس؟ هنا مسألة يجهلها كثير من الناس، والسبب ابتعاد أهل العلم وطلاب العلم عن تطبيق ما علموه من الشرع، ألا وهو قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مشيرا إلى الشرق: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا من المشرق وأدبر النهار من ها هنا من المغرب وغربت الشمس، أي لم تعد تظهر الشمس، فقد أفطر الصائم، يعني صار في وقت الإفطار، دخل في وقت حل الفطر. هذا شيء. وإذا حل إفطار الصائم بسبب غروب الشمس وجبت صلاة المغرب، لأنه ليس لكل من هذين الأمرين وقت يختلف عن الآخر. في الوقت الذي تجوز فيه صلاة المغرب يجوز فيه الإفطار،
والعكس بالعكس تماما. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نكون على ذكر منه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. هناك حديث آخر يقول: لا تزال أمتي بخير ما صلوا صلاة المغرب قبل أن تشتبك النجوم. إذن هنا أمران قد يبدو لبعض الناس أنهما متعارضان، وأنه لا بد من الإخلال بأحدهما على حساب الآخر، والأمر ليس كذلك. وبيانه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر بالأمرين كليهما، أمر بالتعجيل بالإفطار وأمر بالتعجيل بصلاة المغرب، ونفذ هذين الأمرين تنفيذا رائعا وسهلا جدا. ذلك ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غربت الشمس أفطر على تمرات وجعلها وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء ثم يصلي. إذن استطاع أن يجمع بين الأمرين: التعجيل بالإفطار والتعجيل بالصلاة. وهكذا يجب على المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا صادقا، كما أشار ربنا عز وجل إلى ذلك في الآية الكريمة المعروفة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما تتحقق باتباع سنته، إنما تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته، سواء كانت هذه السنة فرضا أو نفلا، كل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجل بالإفطار ويعجل بأداء صلاة المغرب، فالسنة في تنفيذ الأمرين على عجل معا. ثم هناك حديث آخر يوضح مبلغ اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعجيل بالإفطار. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فغربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: اجدح لنا، اجدح لنا، أي هيئ لنا الإفطار من السويق. قال له: يا رسول الله، أمامك نهار، يعني بعد ضوء النهار في المغرب لا يزال واضحا، وإن كانت الشمس قد غربت فعلا. فأكد النبي عليه السلام عليه أمره السابق: اجدح لنا ثلاث مرات. في كل مرة يقول الرجل: أمامك نهار، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه أمره. قال الراوي: فأفطرنا حتى لو أن أحدنا ركب على ناقته لرأى الشمس. صوروا الآن هنا المبالغة في التعجيل بالإفطار. من هنا غربت الشمس، من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإحضار ما يفطر عليه،
ومن لا يعلم وكلهم لا يعلمون إلا ما علمه الرسول عليه السلام، وهذا أمر بدهي جدا. يقول يا رسول الله، وهذا يتكرر اليوم مع الأسف، لسه الضوء مبين، لأنهم لا يعلمون السنة. كذلك الرجل، ذلك الرجل كان معذورا لأنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لهم من قبل التعجيل الفعلي العملي، وهو أن تغرب الشمس من هنا وأن يباشر الإفطار من هنا. ولذلك قال يا رسول الله أمامك نهار، فما بالاه، وإنما قال له ثلاث مرات اجدح لنا. فما بال المسلمين اليوم يقولون لسه ما أذن وأنتم ترون الشمس قد سقطت في الأفق وقد غربت، وتجدون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعجيل بالإفطار أولا، ثم يحث ذلك الصحابي على التعجيل بتقديم ما يفطر عليه، ولو أنه لسه ضوء نهار واضح لم يذهب بكليته. إذن هنا أمران يجب أن نلاحظهما وأن نطبقهما، التعجيل بالإفطار والتعجيل بصلاة المغرب، لا نؤخر أحدهما على حساب الآخر. أما الأذان اليوم فنحن نأسف أن الأذان في البلاد الإسلامية كلها إلا ما ندر جدا جدا لا يؤذنون على التوقيت الشرعي، وإنما يؤذنون على التوقيت الفلكي. التوقيت الفلكي لا يراعي اختلاف المطالع، لا يراعي اختلاف الأراضي في البلدة الواحدة. فعندنا نحن مثلا في عمان، وما أدري الوضع عندكم هنا في معرفة السطحية، بلدكم كأنه سهل، أما عمان تعرفونه أو تعرفونها جيدا، فهي مختلفة الأراضي اختلافا جدا جدا كثيرا. فهناك الجبال، وهناك الهضاب، وهناك السهول، وهناك الوديان. فلا يصح أن يكون الأذان الموحد يشمل كل هذه الأماكن، لا. ونحن قد شاهدنا بأعيننا الاختلافات الواضحة جدا فيما يتعلق ليس فقط بغروب الشمس، بل وبطلوع الفجر وبأذان الظهر والمغرب، بل وكل الأوقات وبقية الأوقات الخمسة. والذي يهمني الآن ما يتعلق بغروب الشمس. أنتم تعلمون أن هناك في عمان أذان موحد، يعني يؤذن في مكان ويذاع هذا من كل المساجد، سواء كان المسجد على قمة جبل أو كان على رأس هضبة أو في سهل أو في واد، أذان واحد. فرأينا الاختلافات الكثيرة جدا. أنا أعيش على جبل يعرف جبل هملان، وبيتي وداري تطل على الشرق والغرب، فأرى طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس، وأرى غروب الشمس، وبحثنا الآن في الغروب. تغرب الشمس والأذان بعد الغروب بثمان أو عشر دقائق كما هو الشأن عندكم هنا. الأذان الموحد بعد غروب الشمس أراه بعيني بثمان دقائق أو عشر دقائق. ذهبنا في بعض المرات إلى قرية تسمى بالناعور في الطريق إلى بيت القدس كما تعلمون، فرأيت ظاهرتين متباينتين تماما. كنا مرة ننتظر غروب الشمس في شهر رمضان عند أحد الإخوان هناك، لأول مرة أسمع الأذان الموحد مع غروب الشمس هناك، وين؟ في الناعور. لكن في سنة أخرى
وأنا أدخل إلى المسجد لصلاة المغرب، هذا الأذان الموحد يرفع صوته بمكبر الصوت على مئذنة المسجد، والشمس أمامي لم تغرب، الشمس أمامي لم تغرب. فإذا هؤلاء الذين سمعوا هذا الأذان أفطروا، بل وصلوا لكن صلاتهم قبل الوقت، بينما من كان في المنطقة الأخرى التي كنت فيها أنا في السنة الماضية يصلي في الوقت تماما ويفطر في الوقت تماما. لماذا؟ لاختلاف الأراضي انخفاضا وارتفاعا. وحدثني أحد أئمة مسجد صهيب، هو في طريق الذاهب إلى الدوار السابع، قال أيضا هو رأى بعينه ما رأيت أنا في الناعور، الأذان يؤذن في مسجده والشمس لما تغرب بعد. إذن هذا الأذان الموحد أولا، ثم الأذان الفلكي ثانيا، هذا خطأ يعرض صلاة المصلين للبطلان، وقد يعرض صومهم أيضا كما سمعتم آنفا في مسجد الناعور أيضا للبطلان. فلا بد من مراعاة اختلاف الأماكن. ومن العجب أن الذين وضعوا الرزنامة هذه الفلكية يعلمون هذه الحقيقة من اختلاف الأماكن، فيقولون مع مراعاة الفوارق، من الذي يراعيها؟ إذا كان المؤذن الذي شرع لآلام الناس الغافلين البعيدين عن رؤية الشمس طلوعا وخروجا وغروبا إلى آخره، كلف هؤلاء المؤذنون وجعلوا أمانة على الأذان إذا هم يؤذنون بناء على الرزنامة. وقد عرفنا وعرف الجميع اختلاف الأماكن تماما، لا فرق عندي بين من يصلي على أذان موحد مع اختلاف الأراضي وبين من يصلي على أذان مكة. أذنوا في مكة، أو مكة بعيد، طيب أخي بعيد أو قريب، المهم اختلاف المطالع، الذي في الشرق تغرب الشمس عنه قبل الذي في الغرب، الذي في الوادي تغرب الشمس عنه قبل الذي في قمة الجبل، وهكذا. ولذلك رأيتم آنفا بأن ذلك الصحابي قال أن الرسول عليه السلام لما أفطر لو صعد ركب أحدنا على الجمل لرأى الشمس طالعة. إذن بالنسبة لمن كان على قمة هضبة، ما أقول جبل، الشمس ما غربت بالنسبة إليه، لكن بالنسبة لمن كان في السهل فقد غربت عنه، فهذا له غروب وذاك الذي على الهضبة له غروب وذاك الذي على الجبل له غروب، وهكذا. ولذلك الدين نصيحة والذكرى تنفع المؤمنين، لا يجوز التزام التوقيت الفلكي، لأن التوقيت الفلكي يأخذ الخط المستقيم، خط البحر الذي لا انخفاض ولا طلوع ولا نزول فيه إطلاقا، وهذا لا يجوز في الشرع. ولذلك فمن رأى منكم طلوع الفجر قبل أذان الفجر فله أن يمسك عن الطعام وأن يباشر الصلاة، أما إذا سمع الأذان ولم يرى طلوع الفجر فلا يجوز له أن يصلي، ويجوز له أن يستمر في سحوره، لأن الرسول عليه السلام كان يقول، وبهذا الحديث أنهي الجواب عن هذا السؤال وإن طال الكلام، لأن هذه مسألة مع الأسف الشديد أكثر الناس عنها غافلون ولا جاهلون. قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هنا سؤال، متى كان يؤذن ابن أم مكتوم؟ وكان رجلا ضريرا،
كان يصعد على رأس على ظهر المسجد فينتظر المارة المارة في أزقة المدينة إذا بدا لهم الفجر ساطعا من الشمال إلى الجنوب. قيل له أصبحت أصبحت فيؤذن. يقول الرسول عليه السلام فكلوا واشربوا لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل. جاء في رواية صحيحة ليقوم النائم وليتسحر المتسحر على أذان بلال يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وكان رجلا ضريرا. انظروا الآن كم في المسألة يسر. أولا المؤذن لا يرى طلوع الفجر وإنما يعتمد على المارة الذين يرون طلوع الفجر. فإذا قالوا له أصبحت يعني دخل وقت الفجر يقول الله أكبر الله أكبر. هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وقبل إلى عهود قريبة جدا كان في كل مسجد مؤذن يعلم المواقيت الشرعية. وكان هناك في بعض المساجد إلى اليوم يوجد في المسجد عفوا في دمشق ما أدري هنا موجود ولا لا ما يسمى بالمزولة. المزولة هي عبارة عن آلة يتمكن بها المؤذن أن يعرف وقت دخول الظهر ووقت دخول العصر. أما بقية الأوقات فهي تشاهد من عامة الناس كما رأيتم آنفا في الحديث الصحيح المرة يقولون للمؤذن أصبحت أصبحت. أما وقت الظهر يحتاج إلى علم خاص، وقت العصر يحتاج إلى علم خاص. هذا العلم كانوا قديما بطريقة مبسطة جدا فطرية، ينصب شاخص هكذا عمود عصا تغرز على الأرض فيلاحظ عندما تطلع الشمس من المشرق هذا الشاخص يضرب الظل بعيدا إلى المغرب، وكلما ارتفعت الشمس كلما تقاصر هذا الظل ويتقاصر ويتقاصر فيما يسمى بخط الاستواء. هناك هذا الظل يصبح يركب الشاخص ظله أو الظل شاخصه أي يغيب، لا يرى هذا الظل إطلاقا. أين؟ في خط الاستواء. هنا تصبح وقت الكراهة شرعا. فإذا بدأ الظل من جانب آخر دخل وقت الظهر. أما هنا في بلادنا يختلف الأمر لأن الشمس حينما تطلع لا تستوي على رؤوسنا في أي فصل من فصول الأربعة وإنما تكون مائلة إلى الجنوب قليلا أو كثيرا. أكثر ما تكون مائلة في فصل الشتاء وأكثر ما تكون قائمة في فصل الصيف. ولكن بالنسبة إلينا هذا الشاخص ظله لا يغيب إطلاقا عنه. الشاهد فالمؤذن الذي يعرف التوقيت الشرعي يراعي ظل هذا الشاخص كلما قصر 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 حتى يراه بعينه كأنه وقف لم يعد يتقاصر ولم يعد يتطاول. هذا وقت الكراهة شرعا وهذا أكثر الناس لا يعلمونه. بل أقول لكم آسفا أكثر المؤذنين بل المؤذنين اليوم لا يعرفون هذا الحكم الشرعي مطلقا. فإذا وقف الظل ولم يعد يرى يتقاصر كما كان من قبل يتقاصر ولا بدأ يتطاول كما سيتطاول فيما بعد، حينما يقف بالنسبة للعين مجردة هذا هو وقت الكراهة.
فإذا طال قليلا زال وقت الكراهة ودخل وقت الظهر، وهذا يختلف في اختلاف الفصول. هذه وظيفة المؤذنين، ولذلك كانوا يضعون أمام المؤذنين وعلى الجدر منجولة يرون الشمس فيها تميل حتى يصير ظل الشاخص وقف، هذا وقت الكراهة لا تصح فيه الصلاة. فإذا طال دخل وقت الظهر. وقت العصر شرعا إذا صار ظل الشاخص مثله زايد فيء الزوال، وهذا يحتاج إلى تفصيل آخر، وأخشى أن يمل الكثير منكم من هذا العلم الذي يسمى بالعلم الجاف، علم جاف، لأنه علم الفقه علم الشرع. وهكذا لما وصلنا إلى هذه المصيبة أن نسمي العلم الشرعي بالعلم الجاف، اعتمدنا على علم الفلكي المبسط المسهل، الشمس تطلع كذا والظهر يؤذن كذا، مع أنه كما ذكرنا يختلف مكان من مكان إلى آخر. الخلاصة، الفجر عندنا في دمشق، عفوا في عمان، ولا تؤاخذوني لأنه أنا عشت هناك دهرا طويلة، فالإنسان من لا شعور يميل إلى عشه القديم. المقصود، فأنا الآن في عمان أرى الفجر يتأخر عن الأذان الموحد 25 دقيقة، وأسمع الإقامة من المساجد التي حولي في وقت طلوع الفجر الصادق، أي الذين صلوا السنة سنة الفجر صلوها قبل الوقت، والحمد لله يدركون صلاة الفرض مع الإقامة حينما يطلع الفجر الصادق. هذه أمور يجب على أئمة المساجد ومؤذنين المساجد، والأقل كلمة صريحة، غير رسميين. إيش معنى غير رسميين؟ يعني المتطوعين الذين يؤمون الناس تقربا إلى الله، يؤذنون للناس ليكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ليحظوا بمثل هذه الفضيلة. يؤذنون لله عز وجل، لا لأداء وظيفة، لا يختلف هذا الموظف عن أي موظف من وظائف الدولة. هذا ما لجم بيانه في هذه المسألة. صار وقت العشاء، دخل منذ ثلاث ساعات، ما شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من قول الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته، والعلم فضله النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة من العبادات في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة. والتراويح هي من النافلة، ونرى أن العلم يفضلها كهذه الجلسة المباركة، ولذا نتابع مشوارنا مع شيخنا الفاضل في طرح الأسئلة الكثيرة التي تواردت والتي ربما تحتاج إلى وقت كبير، فبعد الانتهاء منها إن شاء الله نصلي التراويح بقراءة اليسير. نحن اعتدنا أن نقرأ جزءا كل يوم، لكن اليوم ربما نقرأ نصف حزب، فالعلم يفضل صلاة التراويح. نتابع الأسئلة. لا مانع عندي، ولكن لا بد لي من تعليق على هذه الكلمة. هذه الكلمة هي في الحق كلمة حق، أي أن الأمر كما سمعتم من قول عليه السلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، وتمام الحديث: وخير دينكم الورع. ولكن
قيام رمضان شرع فقط لزيادة التقرب إلى الله عز وجل بصلاة القيام، ولذلك فلا نرى نحن أن نجعل صلاة التراويح يخالطها. هذه الكلمة هي الحق، كلمة حق، أي أن الأمر كما سمعتم من قول عليه السلام فضل العلم خير من فضل العبادة، وتمام الحديث وخير دينكم الورع. ولكن قيام رمضان شرع فقط لزيادة التقرب إلى الله عز وجل بصلاة القيام، ولذلك فلا نرى نحن أن نجعل صلاة التراويح يخالطها شيء من العلم والتعليم ونحو ذلك، وإنما ينبغي أن تكون صلاة القيام محض العبادة، أما العلم فله زمن لا يحدد بزمن، وإنما يراعى فيه مصلحة المتعلمين. هذا هو الأصل، وأريد من هذا أن من اتخذ عادة أن يعلم الناس ما بين كل 4 ركعات مثلا في صلاة القيام، اتخذ ذلك عادة، فتلك محدثة مخالفة للسنة. لكن إذا كان لأمر عارض كهذا الذي تحدث فيه الأستاذ إبراهيم ولا يتخذ ذلك عادة، فحينئذ فالأمر ماش وجائد، وأنا معه فيما ذكر، لكن أحببت التذكير أن لا يجعل هذا عادة. العادة هو القيام، وهو كما سمعتم ما شاء الله قراءة جزء من القرآن، وهذا قليل ما يفعل في كثير من المساجد أو أكثر المساجد. وعلى هذا فتوكل على ما أقدمت عليه على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع طرح الأسئلة. هل من يفطر يوما في رمضان يحرم من أجل صيام الباقي؟ يبدو أن السؤال الفطر العمد، الفطر المتعمد. تعمد، نعم. الجواب يكون انطلاقا من أمرين اثنين. الأول قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأمر الثاني أنه ليس عندنا دليل على أن من أفطر يوما من رمضان وصام سائر أيام رمضان أن هذا الصيام يكون غير مقبول عند رب الأنام، لا دليل عندنا على هذا. وإذ لم يوجد مثل هذا الدليل فنعتمد حين ذاك على الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو سيجازى جزاء حسنا على صيامه ويعاقب عقابا سيئا على إفطاره ليومه، إلا أن يغفر الله له، فهذا داخل تحت عموم مشيئة الله المنصوص عليها في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا إذا كان قصد السائل هو أنه أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا، وهذا الإفطار ليوم من رمضان
يذكر بمثل هذه المناسبة حديث على رؤوس المنابر وعلى رؤوس المجالس يزعمون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هذا حديث لعله يجوز لي أن أقول هو والحمد لله غير صحيح، يجوز لي أن أقول إنه غير صحيح لأني أعلم ذلك، لكن ما أدري يجوز لي أن أقول والحمد لله إنه غير صحيح، ذلك لأنه يجسم عقوبة المفطر في رمضان ويبالغ بأنه لو صام الدهر كله ما استطاع أن يعوض ما فاته من فضل صوم ذلك اليوم الذي أفطره. أقول هذا بالإضافة إلى شيء مهم ذكره بهذه المناسبة، وإن كان متعلقا بالصلاة التي هي ركن من الأركان الخمسة، ركن من أركان الإسلام الخمسة كما تعلمون. لقد قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته، وهنا الشاهد، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، يعني أن المسلم إذا قدر أنه فرط في صلاة ما، فالمخرج من ذلك قد أوضح سبيله هذا الحديث الصحيح، وهو أن يكثر من التطوع، أن يكثر من النوافل حتى يعوض من أجورها المتوفرة لحسابه يوم الله، يوم لقاء الله، يعوض من هذه الأجور المتوفرة بسبب صلاته للنوافل بديل ما فاته من أجر الصلاة التي أضاعها. على هذا الوزان نستطيع أن نقول اقتباسا من هذا الحديث الصحيح أن من أفطر يوما من رمضان فعليه أن يكثر من التطوع حتى يعوض له ما فاته من أجر إفطاره لذلك اليوم. فمن هنا نقول إن هذا الحديث المذكور آنفا هو ضعيف سندا ومتنا، من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، هذه مبالغة، والحمد لله أن الحديث ضعيف لا يصح. نعم. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام فهل يأكله أم يمتنع عن أكله؟ يقصد الفجر الصادق. استدركت ما كان في نفسي استدراكه، لكن لا بأس من ذكر ما كان في نفسي. أردت أن أقول إذا كان هو هذا الأذان اليوم فليأكل وليشبع ما شاء له الشبع. أما والسؤال استدرك أخيرا فقيل يعني الفجر الصادق، فالجواب حينئذ في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا النداء هو النداء الذي ذكرناه آنفا في حديث بلال وابن أبي عمرو
ابن ايش؟ ابن ام مكتوم، اسمه اختلف في اسمه، منهم من يقول اسمه عمرو ومنهم من يقول اسمه عبد الله، والصواب الاول عمرو ابن ام مكتوم. ماذا قال الرسول في حديثه؟ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. اذا اكلت واكتفيت راسا ضع الكأس او الفنجان او الذي بيدك، اما اذا لم تكتفي فهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا يعطي لك فسحة ومجالا ان تظل تشرب منه او تأكل منه حتى تأخذ منه حاجتك. وعيد الحديث، اذا سمع احدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فإذا يأكل الإنسان ولا بأس ولو رأى الفجر الصادق بعينه، ما دام لم يكن قد أخذ حاجته من طعامه وشرابه. لو كان في يده صحن، أنا أعني ما أقول، لذلك قلت أنا لأبين الإخوة طعام أو شراب، نعم صحن أو كأس ماء، يعني كان في يده. طب لو لم يكن في يده كان على الأرض، هذه ظاهرية، سواء كان في يده أو في طاولته أو في أرضه، العلة مذكورة في الحديث حتى يقضي حاجته منه. الله والحمد لله. نعم، لما يشفع هو هذا يقضي حاجته منه. نعم. سؤال آخر، هل الحقن الطبية التي تعطى للمريض تعتبر من المفطرات؟ الحقن نستطيع أن نقول قسمان، أغلبها لا تفطر، قسم منها هو الذي يفطر. هذا القسم إذا عرف، عرف القسم الأول. القسم المفطر هي الإبرة التي يراد منها تغذية بدن هذا الإنسان، سواء كان مريضا أو كان سليما. في الإبرة هذه التي تعلق، التي لا أكاد أحفظ اسمها الغريب الأجنبي، شو اسمها؟ جلوكوز. ما بيطلع بيدي الفضة. المهم هذه التي تعلق وتغرز الإبرة في عرق، فيعيش على هذه الإبرة هذا المريض لريثما يرى الطبيب المشرف عليه أنه قد آن أوان معالجة مرضه. هذه الإبرة المغذية هي التي تفطر، ما سوى ذلك لا تفطر. كل إبرة سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل أو في أي مكان من الجسد كان المقصود فيها المعالجة وليس من طريق الفم أو من طريق الأنف بالأكثر، فذلك مما لا يفطر. فالإبرة المغذية هي التي تفطر. نعم. سؤال، الزوج يقبل زوجته في أثناء الصيام، ما حكم ذلك وماذا تعني مباشرة الصائم لزوجته؟ نعم، أقول التقبيل المذكور في السؤال يتعلق بصنفين من الرجال، إما أن يكون شابا وإما أن يكون شيخا أو كهلا. فإذا كان شابا فإن فعل ذلك جاز، وبالأولى يجوز للشيخ، لكن يقال للشاب كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يقال له لا تفعل، لأنك قد يخشى عليك أن يصدق فيك نحو، وأعني ما أقول نحو قول شوخ مصر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء.
هون صار في أكثر من إيش من موعد وهو التقبيل، فيخشى أن يقع الخطر الأكبر للصائم وهو اللقاء المكني في هذا الشهر وهو الجماع، فحينئذ يقع في مشكلة لا يعمل لها حسابا إلا بعد أن تقع الواقعة ويندم، ولا تحين مندم، عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة مجامعته لزوجته في رمضان. فمن كان من الشباب، وما أقل هذا النوع من الشباب، صاحب حزم وعزم يملك إرادته، فله أن يقبل وله أن يباشر، قد جاء في السؤال لفظة المباشرة، والمقصود بالمباشرة هو إلصاق بدن الرجل ببدن زوجته، وأن يفعل بها ما يشاء مما يستجر به ماءه ويقذف الماء إلا الجماع، فإذا جامع قلنا ما هي الكفارة. فمن كان صاحب حزم وعزم ويملك نفسه أن لا يقع في الجماع فيجوز له ولا شيء فيه. وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في كتاب صحيح ابن حبان بالسند الصحيح أن شابا سأل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قال أنا رجل شاب وتزوجت حديثا بامرأة جميلة، فهل أقبلها؟ قال هل تصبر؟ قال نعم. قال قبل. قال هل أباشرها؟ قال هل تصبر؟ قال أصبر. قال فباشر. قال هل أضرب بيدي على فرجها؟ قال هل تصبر؟ قال أصبر. قال أضرب. المقصود هو مراعاة النكتة التي دندن حولها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، وأنتم تعرفون فضله وعلمه. تصبر تصبر تصبر، يصبر اضرب، افعل ما تشاء سوى لا تجامع. بالنسبة للشاب الذي الأصل فيه أنه لا يصبر، أسمع صوتا ناشزا، صوتا غريبا. بالنسبة للشباب، قالت السيدة عائشة مشيرة إلى هذه الحقيقة التي دندنا حولها آنفا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشر زوجته وهو صائم، ثم قالت منبهة: وأيكم يملك إربه ما كان يملك رسول الله إربه. الإرب هنا في اللغة يقصد به معنيان مجازان، أحدهما إربه أي عضوه، والآخر شهوته، وكل دروب كما يقولون على الطاحون، أي من كان يملك نفسه أن لا يقع في الجماع المحرم بالنسبة للصائم في رمضان فله ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في نهاية المطاف لمراعاة الفرق بين الشاب والشيخ، لابد لي من أن أذكر حديثا وأن أعطف عليه بذكر شيء آخر يتعلق بطبيعة الشاب والشيخ. أما الحديث فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه سائل
فسأل الشطر الأول من سؤال السائل هل يقبل وهو صائم، فأجابه بلا. ثم جاء آخر فسأله نفس السؤال فأجازه بجواز ذلك. فلاحظ أحد الأكياس الأذكياء من الحاضرين أن الفتوى اختلفت، فقال يا رسول الله جاءك فلان وسألك عن التقبيل فمنعته ونهيته، وجاءك فلان فأبحت له ذلك. قال السائل الأول شاب والآخر شيخ، هذه يجب ملاحظتها فعلا لما ذكرناه آنفا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولكن الأمر ما أستطيع أن أقول أنا زيد من الناس من هذا النوع وعمر من الناس من هذا النوع، بل الأمر كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم بل الإنسان على نفسه بصيرا. أما الأمر الآخر الذي أذكره وبه أنهي الجواب عن هذا السؤال، رب شاب هو شيخ ورب شيخ هو شاب، فإذا العبرة ليست بالشباب الظاهر والشيخوخة الظاهرة، لذلك أعود فأقول بل الإنسان على نفسه بصيرا. فكل إنسان سواء كان شابا أو كان شيخا بعد أن عرف الحكم الشرعي فهو الذي يحكم بنفسه على نفسه والله حسيبه. تفضل. الإنزال بدون جماع ما يفطر ما يفطر. الاستمناء في سؤال عن الاستمناء. نعم. هنا سؤال نصف سري ونجعله جهرا لأنه لا سرية في الدعوة. قلنا آنفا بأن شخصا ما سواء كان شابا أو كهلا أو شيخا باشر زوجته المباشرة الجائزة على التفصيل السابق، فأنزل، هل هذا الإنزال يفطره؟ لا خلاف بين العلماء قاطبة أن المباشرة إذا لم يقترن معها الإنزال أنها لا تفطر، ولكن الخلاف هناك كبير فيما إذا أنزل ولو لم يجامع. في المسألة قولان، منهم من يقول أفطر ومنهم من يقول لا، الإفطار لا يكون إلا بالجماع، وهنا سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي سمعتم حديثها عن مباشرة الرسول عليه السلام لزوجته. هذا جواب السؤال الذي كان له شقان أو طرفان. هذه المباشرة إذا أنزل ففيه قولان، والراجح أنه لا يفطر لأنه أولا لا دليل على الإفطار من كتاب أو سنة، وثانيا بعض كبار السلف الصالح وعلى رأسهم السيدة عائشة ومعها فيما يحضرني الآن سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، صرح بأن المداعبة والمخالطة والمباشرة لا تفطر ولو اقترن مع الإنزال، إنما المفطر هو الجماع. السؤال الشق الثاني من السؤال كان حول ما يبتلى به كثير من الشباب الأعزب، ألا وهو المعروف بالعادة السرية. ف
فنقول العادة السرية محرمة في الشريعة الإسلامية، سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان صائما أو مفطرا، فإن هذه العادة محرمة لأنها تخالف صريح القرآن الكريم. ففي أول سورة المؤمنون وصف المؤمنين بصفات منها، قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه الآية صريحة الدلالة على أن المسلم له طريق من طريقين مشروعين ليقضي حاجته. الطريقة الأولى الزواج بالمرأة الحرة، الطريق الآخر والأخير أن ينكح سرية له، عبدة جارية. هذا كان لما كان الإسلام يجاهد في سبيل الله، ومع الأسف الشديد تعلمون اليوم تعلمون أوضاع العالم الإسلامي، المسلمات الآن تسبى في البوسطة ونحوها. فالله عز وجل ذكر هنا هاتين الوسيلتين، الزواج والتسري، ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك وسيلة لقذف وإخراج شهوته فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون. بهذا النص قال الإمام الشافعي رحمه الله بأنه لا يجوز العادة السرية. يضاف إلى ذلك ما هو أصبح معلوما الآن، ضرر العادة السرية على الشباب كضرر الدخان تماما عليهم وعلى الكهول والشيوخ معا، فصارت العادة السرية محرمة كالدخان طبيا بعد أن سبقهم الشرع العليم بكل شيء بتحريم هذه أي العادة السرية وتحريم ذاك وهو شرب الدخان. لذلك فالعادة السرية محرمة، ولكن ما علاقة هذا الحرام بالإفطار في رمضان؟ هل يفطر أم لا؟ نحن قلنا في الجلسة الأولى بأن المفطرات قسمان: مفطرات مادية ومفطرات معنوية. فمن يتربى ويتفقه على هذين النوعين من المفطرات، وأن الله عز وجل حينما قال لعلكم تتقون في آية فرضية صيام رمضان، من كان متفقها في هذه الآية فهو لا يفرق بين مفطر مادي فيهتم به وبين مفطر معنوي فلا يهتم به. على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل مفطرات، أي أن ينتهي عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية. فنحن الآن نقول العادة السرية كمباشرة الرجل لزوجته دون الفرج دون الجماع، كلاهما لا يفطر، ولكن المباشرة الأصل فيها الجواز بالتفصيل السابق. أما العادة السرية فالأصل فيها التحريم، ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا عن هذه العادة
سواء كانوا صائمين أو مفطرين. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا عن هذه العادة سواء كانوا صائمين أو مفطرين، لكن إن تورط أحدهم وعصى الله عز وجل فشأنه كشأن الذي يتحلى بالذهب أو يلبس الحرير المحرم في رمضان أو ينظر نظرة محرمة أو تتبرج المرأة وتظهر إلى الشارع وهي في زعمها هي في زعمها صائمة ولكنها متبرجة، فهل نقول بأن صومها بطل بسبب هذه المعصية أو بسبب تلك المعاصي؟ نقول الإفطار المادي لا،